السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في فيديو جديد مع كينج أكاديمي لتدريب وتأهيل الكلاب الكابتن خالد وكابتن علي. اللي احنا شايفينه ده احنا مسمينه الكلب المجنون. الكلب المجنون ده بتاع حبيبي وصديقي محمد عبد الله. الكلب ده شخصيته هو كانت صراحة شخصية كويسة، عنده أساس، عنده استعداد، بس كان عنده مشكلة اللي ممكن يتسايس، حد يطبطب عليه الكلام ده. كلب ما شاء الله عليه دلوقتي بقى مجنون، يعني زي ما بنقول فعلا مجنون. كلب سنانه زي ما احنا شايفين بتشتغل والفك بتاعه شغال 100%، وغل رهيب ودفاع قوي وطيران في الهواء. يعني ربنا يبارك لحبيبي محمد عبد الله فيه ويحفظه له يا رب. ونتفرج على الفيديو بقى وكلنا كده ايه خير، ويا رب كده نكون عند حسن ظن الجميع بينا وتحت امر الجميع ان شاء الله.